بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول الأسس وحكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. وقلنا الأساس الأول التوعية العامة 1,000,000,000 مسلم، والأساس الثاني التنظيم العام، والأساس الثالث أصول الحركة العامة التي يجب مراعاتها قبل الحركة العالمية الإسلامية ومع الحركة وبعد الحركة حين الوصول إلى حكم 1,000,000,000 مسلم. وقد ذكرنا هذه الأسس في حلقات، وحلقات هذه الأيام حول الأساس الرابع وهو السلام، فإنه من الضروري مراعاة السلم بالنسبة إلى القائمين على الحركة الإسلامية العالمية، لأن السلام يوجب أولا التفاف الناس، وثانيا يوجب كبح جماح الأعداء. ولذا قال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. وقبل ذلك قال القرآن الحكيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى المجاهرة بالسباب للأعداء توجب استفزازهم بما تسبب تقوية معاداتهم، ولا داعي إلى ذلك، فإن السب اعتباطي لا ينتهي إلى شيء، وإنما الذي يجب أن يراعيه الإنسان أمام عدوه أن يدفع بالتي هي أحسن، كما في القرآن الحكيم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القائمون بالحركة يجب أن يتحلوا بالسلام في فكرهم وفي قولهم وفي كتابتهم وفي مواجهاتهم، وحتى إذا أخرجوا مظاهرات أو إضرابات أو ما أشبه، يجب أن تكون الإضرابات والمظاهرات متصفة باللين، وإنما المهم أن يصلوا إلى الهدف، وليس المهم إفراغ الحقد والبغضاء وما أشبه، فإن الحقد لا يولد إلا الحقد، والبغضاء لا يولد إلا البغضاء، وفي المثل المشهور: لا يجتني الجاني من الشوك العنب، فإن كل شيء يثمر مثله. الأخلاق الحسنة في الإنسان تثمر حسن الأخلاق في الجانب الآخر.
الأخلاق السيئة تثمر رد فعل سيء، وهكذا بالنسبة إلى طقوس السلام وما يقابل السلام، فكل واحد منهما يولد مثله. هذا يحتاج إلى ضبط الأعصاب، يحتاج إلى سعة الصدر، وكما قال علي عليه الصلاة والسلام: آلة الرئاسة سعة الصدر، يعني أن تتسع صدرك لا فقط في بعد واحد، وإنما في كل الأبعاد، أخلاقيا، كرما، اجتماعيا، إقداما، فكرا، وإلى آخره. فآلة الرئاسة سعة الصدر، وكلما كانت سعة صدر الحركة في كل الأبعاد أوسع، كانت أقدر على استقطاب الناس وعلى الوصول بهم إلى الهدف المنشود. ولذا نشاهد في أنبياء الله تعالى والأئمة الطاهرين والمصلحين العظام هذه الظاهرة، ظاهرة حسن الخلق، العفو، السلام، سعة الصدر، الحلم، التواضع، الصبر، عدم رد الاعتداء بالمثل، وإنما رد الاعتداء بالتي هي أحسن. وهكذا نشاهد الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حرب البصرة، وهي أول حرب أقيمت ضد الإمام، أن الإمام عليه الصلاة والسلام أولا لما انتهت الحرب عزز جانب السلام، فأرسل إلى عائشة من قال لها ترجع إلى بيتها في المدينة بسلام. وبالفعل الإمام لبس 40 من النساء لباس الرجال وجعلهن مع عائشة في مرجعها إلى المدينة، وكرمها واحترمها، وإنما لبسهن لباس الرجال حتى يظن الظان من القوافل وما أشبه أنهم رجال، فلا يعتدون عليهم وعليهن واقعا. ومن جانب آخر، حيث أن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام كره أن يرسلها مع الرجال، وإنما أرسلها مع النساء. وبالفعل ذهبت عائشة إلى المدينة المنورة من البصرة بصحبتهن، فأية أخلاق هذه من سلام وصفاء وحلم وما أشبه. وكذلك إنه عفى عليه الصلاة والسلام عن الذين أثاروا الحرب وفيهم المجرمون، والذين يصطلح عليهم في هذا اليوم مجرمي حرب، أمثال مروان وابن الزبير ومن أشبه، فعفى عنهم. وكذلك عفى عن الجيش المناوئ، فقال عليه الصلاة والسلام بنفسه: مننت على أهل البصرة كما من رسول الله على أهل مكة، فأطلق سراحهم ولم ينتقم منهم ولم يقابل سيئهم بسيء، وإنما الإمام عليه الصلاة والسلام قابل سيئهم
بالصفح وبالإحسان، وهكذا أمر كل الذين كانوا نهبوا أموال الجيش المهزوم، أي جيش عائشة، أمر جيشه الذين نهبوا أموالهم بعد انتهاء الحرب بأن يردوا على الجيش المهزوم كل ما أخذوا منهم، وحتى القدر. كان فرد من جيش الإمام أخذ قدرا من جيش الأعداء المنهزمين وجعل فيه المرق وجعله على النار، فلما أمر الإمام بذلك وعرف صاحب القدر قدره أفرغ قدره مما فيه من المرق وأخذه وذهب، وذهب الإمام في جملة تفتيشه على الشوارع والأزقة إلى بيت واسع كبير، قيل للإمام إن النساء اجتمعن هناك يبكون على قتلاهم من الجيش المهزوم ويسبون الإمام ويسبون أصحابه، فدخل عليهن الإمام، والبيت كبير جدا وممتلئ من النساء، نساء الجيش المهزوم، فقال الإمام لأصحابه: لا تتعرضوا لهن، وإن سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. وهكذا كف عنهن وقابل سبابهن بالإحسان، فصحنا لما رأينا الإمام هذا قاتل الأحبة، يريدون الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام أشار وقال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت الذين في هذه الغرف. فإذا بالنساء سكتن فجأة وكأن على رؤوسهن الطير، ولم يتكلمن ولا بكلمة، فتعجب الناس عن ذلك. ماذا قال الإمام؟ وماذا الذي دعا هؤلاء النسوة؟ وبعد ذلك انكشف الأمر على أصحاب علي عليه الصلاة والسلام، حيث عرفوا أن في تلك الغرف كان الذين هم رؤساء جيش المنهزم اختفوا هناك في تلك الغرف، وأن النساء كن هناك للتعمية وللتجهيل وللتغليل. فلما أشار الإمام وقال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الغرف، خفنا أن يتكلمن بكلمة، والإمام يأمر بفتح الغرف وقتل الذين في الغرف من مجرم الحرب. على أي حال، سيرة رسول الله، سيرة الإمام، سيرة الإمام الحسن والحسين، سيرة الأئمة الطاهرين، سيرة الأنبياء العظام، سيرة المصلحين، سيرة العقلاء على السلام. فالواجب أن تراعي الحركة الإسلامية العالمية العامة أن تراعي قضية السلام في كل شؤونها، قبل الحركة ومع الحركة وبعد الحركة حين الاستيلاء على الدولة الإسلامية العامة بإذن الله تعالى. وهكذا يجب أن يربي القادة الزعماء والكوادر وأفراد الحركة، أن يربوهم على السلام لسانا فكرا تأليفا عملا، فإن هذا وإن كان بحاجة إلى ضبط الأعصاب في كثير من الأحيان
إلا أنه أحمد عاقبة وأسهل للوصول إلى الهدف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك القادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.